برنامج من روائع حضارتنا، أمتنا ذات حضارة فاقت الأمم وبلغت بمآثرها عالي القمم. غدت صفحات التاريخ بمحاسنها بيضاء، وأنارت بأقمارها كل ظلماء. من روائع حضارتنا برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويعرضها الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد، لنقف وإياكم مع جانب آخر من جوانب حضارتنا الإسلامية. هذا الجانب هو بيت المال. نحن نعرف أن النظام المالي الإسلامي يعد من أكثر الأنظمة استقلالا وأعظمها غاية في الحضارات، وقد قرر القرآن الكريم هذا المفهوم في قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فلا يكتفى بإدارة المال أو تنقله بين الأغنياء فقط، وإنما يتنقل بين الأغنياء والفقراء بحسب حاجة الناس. إذن حرصت الحضارة الإسلامية على أن تتداول هذه الأموال بين الناس جميعا. ولا شك أن المؤسسة التي تشرف على ما يرد من أموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة هي بيت المال، لتكون تحت يد الخليفة أو الوالي، يضعها فيما أمره الله به أن توضع. وهذا البيت، بيت المال، له واردات مختلفة كالزكاة والخراج والجزية والغنيمة والفي والأوقاف، وفيها جميعا باستثناء الأوقاف مبلغ يدفع للدولة كالضريبة على الثروة والأرض والأنفس ونحوها. بيت المال في الدولة الإسلامية كانت له اختصاصات واسعة، فكل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه فهو من حقوق بيت المال، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال. وهذا يدل على تحديد طبيعة بيت المال، فأي مال يجده المسلمون أو يستحقونه، سواء كان بغنيمة أو في أو غيرها، أو مات رجل ولم يكن له وارث، انتقل هذا المال إلى بيت المال. وأيضا هناك حقوق تصرف في مصالح المسلمين، حقوق تجب على المسلمين لصرفها في مصالح المسلمين كالزكوات والصدقات والكفارات وغيرها، هذه أيضا من بيت المال. لكن ما هي مصروفات بيت المال؟ بيت المال يمكن أن تحصر مصروفاته في أمور ستة. الأمر الأول رواتب الولاة والقضاة وموظف الدولة والعمال في المصلحة العامة، حتى أمير المؤمنين أو الخليفة نفسه له جزء من هذه الرواتب من بيت المال. أيضا ثانيا رواتب الجنود والعسكر من بيت المال. ثالثا تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح وذخائر وخيل ونحو، هذه كلها من بيت المال. رابعا إقامة المشاريع العامة كالجسور والسدود والمباني العامة ودور الاستراحة والمساجد، هذا أيضا من بيت المال. عندنا أيضا خامسا المصروفات المؤسسات الاجتماعية كالمستشفيات والسجون وغير ذلك من مرافق الدولة والدور التي تقدم خدمات للمسلمين، هذا أيضا من بيت المال. عندنا أيضا سادسا توزيع الأرزاق على الفقراء واليتامى والأرامل ومن لا عائلة له، الدولة أيضا ملزمة بإعالتهم وكفالتهم. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، عندنا نظام اقتصادي دقيق جدا ابتكرته الحضارة الإسلامية في خطواتها الأولى، وسبقت غيرها من الحضارات، فاستطاعت الدولة الإسلامية عبر هذا النظام المالي الكبير أن تتصدى لكثير من الأزمات والمشاكل التي واجهها المسلمون، كما حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاء عثمان رضي الله عنه وتصدق بأموال المسلمين لبيت المال نجدة للمسلمين،
وكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والصور كثيرة في تاريخ الدولة الإسلامية. بيت المال نظم هذه الأمور جدا، وأسس كما ذكرنا في عهد المبكر منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يعين أمراء وعمال الأقاليم، وكانت مهمة كل أمير أن يقوم بجمع الصدقات والجزية وأخماس الغنائم والخراج، وأحيانا قد يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاملا خاصا مختصا بالنواحي المالية تنحصر مهمته في جمع هذه المستحقات المالية للدولة الإسلامية من الخراج والجزية والصدقات ونحوها. هذه الأموال أين تذهب؟ تدفع لبيت مال المسلمين. لما كثرت الأموال في عهد عمر رضي الله عنه وشاهد تنوعها وكثرتها، قام بادخار جزء كبير من بيت المال صيانة للمسلمين من النوائب وغيرها، وكان رضي الله عنه يشرف بنفسه على توزيعها لمستحقيها أولا بأول. فكان رضي الله عنه يقوم بكنس بيت المال مرة في السنة، والمراد أن يفرغه من ماله الزائد ويصرفه على المستحقين في كل عام، وهذا لا شك أنه أمر مهم جدا. علي رضي الله عنه كان يقسم أموال بيت المال كل جمعة حتى لا يبقى فيها شيء، خوفا من فتنة المال على الراعي والرعية. لكن لا شك أنه لما تطور الأمر كثيرا واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، لا سيما في الدولة الأموية ومن بعدها، فصل بين الإدارتين، الإدارة السياسية والإدارة المالية، فيصعب على الخليفة أن يتولى بنفسه أمر بيت المال. زادت خزائن بيت المال بالأموال، فاحتاج الخليفة إلى أن يشرف عليها رجلا آخر مختصا بذلك. من ينظر في مثلا في زمن معاوية، كان هناك مسلمة بن مخلد وهو والي مصر، أرسل أموالا كثيرة لمعاوية. هذه الأموال الضخمة من ولاية واحدة من ولايات المسلمين وهي مصر غطت بيت المال وكفت المسلمين، وكانت تدخر لصرف المرافق العامة والرواتب وغيرها. ولا شك أنها إذا رتب الأمر ووظف توظيفا صحيحا وحمي المال العام من سراقه ستغتني الدولة. لكن المشكلة أن هناك عبر تاريخ المسلمين غارات على هذه الأموال وأكلها بغير وجه حق وإتلافها وضياعها، وأحيانا يكون للخليفة أو الملك نفسه، بل أحيانا قد يغيرون على الأوقاف. كان هناك ما يسمى بالوقف الذري، وهذا الوقف الذري عبارة عن الوقف الذي ينتقل في الذرية نفسها في الأسرة نفسها. غار بعض الخلفاء على هذه الأموال وأكلوها بغير وجه حق. لكن لما نظمت الحياة في أجزاء مختلفة من التاريخ الإسلامي وتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية والمالية في جمع إيرادات الأموال وصرفها في مستحقاتها، زادت الأموال بشكل فائق كما حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، حتى كانوا يبحث عن الفقير فلا يجده المسلمون. ثم قام عمر بن عبد العزيز أيضا بعملية التسليف الزراعي من بيت المال، صار بيت المال بمثابة البنك، يقدم القروض للمزارعين إذا ما أصابتهم نائبة أو ضائقة وخير ذلك. وهذا لا شك أنه يدل على وفرة المال في الدولة الإسلامية وقدرتها على مساعدة من يريد من المسلمين. أحيانا إذا زادت الضغوط على الدولة وخاصة في وقت الحروب والأزمات، نجد أن بيت المال يقوم ب ما يسمى بالكلف السلطانية، يساعد على الكلف السلطانية. والكلف السلطانية هي عبارة عن مستحقات
يطالب فيها الخليفة أو الملك أو السلطان من الرعية لمساعدة الدولة على ذلك كإعداد جيش على سبيل المثال. فبيت المال يبدأ أولا بإعداد هذه الجيوش. لو إذا عجز بيت المال عن ذلك يأتي عندنا مفهوم الكلف السلطانية، هو قريب من مفهوم الضرائب تقريبا لأنها أحيانا تكون عامة جدا. المراد من هذا إخواني أخواتي أن الحضارة الإسلامية تميزت في هذا الجانب تميزا كبيرا جدا، وهو جانب النظام المالي. فنجد أن هذا المال، مال بيت المال، وظف في كل نواحي الحياة، وحماية له من السراق ومن يأكلونه بغير وجه حق. كان الخلفاء والملوك والسلاطين يعينون عليه من يثقون بدينه، مع جلالة قدر الصحابة جميعا وعدالتهم وديانتهم رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعين على بيت المال في بعض أوقاته أبا هريرة رضي الله عنه، وهو طالب علم. يعني أبو هريرة شهرته في العلم أكثر من شهرته في الجهاد، أكثر من شهرته في الأمور الإدارية، والصحابة كلهم خيار، لكن تعيين صاحب العلم على بيت المال يدل على أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أمثال أبي هريرة، وليس تعيينه لكونه فقيرا رضي الله عنه فقط، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف منه دينه، والصحابة كلهم كذلك رضوان الله عليهم. حتى في التاريخ الإسلامي نجد أنهم كانوا يبحثون عمن يثقون بدينه. في أيام العصر المملوكي كان الذي يتولى بيت المال هم كبار الفقهاء المشهورين بالعلم والصلاح والتقوى، كعز الدين بن جماعة، وكان قد تولى رحمه الله تعالى وكالة بيت المال بجوار نظارة جامع أحمد بن طولون في سنة 731 من الهجرة. يتولى الإشراف على جامع أحمد بن طولون والأحباس أو الأوقاف التي تصرف له، كما أنه يتولى أيضا موضوع بيت المال، وهو عالم فقيه رحمه الله، لكن اختياره لهذا المنصب دلالة على أنهم يبحثون عمن يثقون بدينه. لكن لما ضاعت الأمور وتولى الأمر من لا يستحق ذلك، وصار يعين لإدارة بيت المال من ليس أهلا في دينه وصلاحه، وجدنا أن الذي يغير على بيت المال هو قيمه، هو ناظره، هو مديره، هو وكيله، هو من يشرف عليه. وهذا لا شك أنه من أعظم الظلم ومن أجرم الجرم، أن يتخوض رجال في أموال المسلمين بغير وجه حق. نسأل الله العفو والعافية. هذه ما أردت الإشارة إليه، وللحديث بقية إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج من روائع حضارتنا للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.